سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير ولا خير؟ بصحة فطوركم؟ نتمنى تكونوا داز عندكم النهار مزيان، ما تكونش عندكم الحرارة، تكونوا دوزتوا النهار ماشي صعيب. احنا في اوروبا اليوم تاني نهار في رمضان. مبروك عواشركم مرة اخرى، والله يدخل عليكم رمضان بالصحة والسلامة وطال العمر. كيف ما شفتوا البنات في العنوان، فيديو جديد اليوم. بغيت نخرج شويه على الروتين ديال الدار وديال الطياب وهذه، وقلت علاش لا ما نديكمش معايا نديروا دويره هكذا في ليدل. شاك سيمين كيجيبوا الجديد، وقلت علاش لا من نمشي وشو نضربوا دويره هكذا مع بعضياتنا، وحتى انا نشوف هكذا شنو جابوا. وبغيت نشارك معكم هذا المنظر هكذا ديال البلايا البحر. كاينه الشتي والبنات اليوم بزاف، وانا من عشاق البحر، وتكون الشتا كيعجبني بزاف هذا المنظر، وبغيت نبارطاجيه معاكم. ونتمنى حتى نتوما ما تكونش عندكم الحراره. احنا الحمد لله دايز عندنا بادي عندنا رمضان مزيان براد، كاين الشتي وكيف ما كتشوفوا، وكتشوفوا هذا المنظر الزويون ديال البحر والبروده، وتكونوا صايمين. ما نعاودش لكم البنات، يا سلام زوينه تكوني هكذا صايمه وتخرجي هكا تمشي ويكون البرد والشتا حدا البحر. ما نعاود لكمش البنات، احساس واعر. بالنسبه للبنات الاول مره كيزوروا القناه، ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس، وما فيها ما فيها حتى شي حاجه الا درتوا لي جيم لا فيديو فاش تكونوا تشوفوا فيه، غراتوي ما غتخسروا حتى شي حاجه، ما والو، غير باش تخليوا لا فيديو يطلع الناس اخرين وحتى هما يشوفوا وتعم الفائده. ونتمنى هاد لا فيديو يكون خفيف على قلبكم ويكون فدتكم بشي حاجه. المهم كيف ما قلت لكم، راه شاك سيمين كيجيبوا الجديد في الليدل، وغادي تمشيو معايا بحالي بحالكم، غادي نكتشفوا. كيف ما كتشوفوا حنا دخلنا الليدل دابا، كيف ما كتشوفوا هاد الساغي ديال العلاقات دايرين ليه 2 أورو 99. المهم في هاد الكول كيف ما شفتوا البنات هو هذاك الثمن. بالنسبه للناس اللي حداهم الليدل وشافوا هكذا شي حاجه في لا فيديو وبغاو يمشيو يشريوها، علاش لا؟ هنا كاينه هاد اللعيبه بحال هكا فريغونا، الثمن ديالها كدير 12 أورو. كيف ما كتشوفوا كديروا داك البرودوي اللي كيخلي لكم الريحه في الدار، وكاينه ديك اللعيبه اللي بحال بارطاجيت معكم واحد النهار كتمسحوا بها هكذا الارض وتحيد لكم الغبره. هذه البنات علاقه ديال الحويج، الثمن ديالها كيدير 3 أورو. وهنا البنات كيف ما كتشوفوا هاد الصابانه ديال الكاما، هذه ديال بلاصه وحده. هنا هاد الفوندا باش كنغلفوا الكاما، دايرينها على هاد الالوان، و كاليتي ديالهم زوينه صراحه. مهم لي بخي راهم كتشوفوهم هكذاك في البانتايا. هذه بحال الكوفر لي حتى هي بالمخدات ديالها، كاين على جوج ديال لي كولور. انا عجبتني ديك الكري صراحه، الثمن ديالها كيدير 8 أورو. كيف ما قلت لكم اللي عجبتها شي حاجه وهكذا شفتها في لا فيديو كان قريب ليها الليدل ما تفلتش صراحه. الليدل كيجيبوا داكشي زويون. هنا البنات كاين هاد السخان ديال الماء، الثمن ديالو كيدير 22 أورو. هاد لاباري ديال التوستادا كيسخنوا فيها الخبز، الثمن ديالها كدير 25 أورو، حتى هي من نوبيداديس ديال هاد لاسيمين الجديد ديال هاد السيمانه. هادي فريتورا كيقليو فيها اي حاجه، الفريت الحوت. المهم كيف ما كتشوفوها راه باينه، الثمن ديالها كدير 25 أورو. المهم اثمنه مناسبه بالنسبه للناس اللي عايشين هنا في اوروبا. وهذه البنات ديال الملح والابزار، الثمن ديالها كدير 7 الأورو. وهنا وريتكم القريعه ديالها كيف دايره، كيف ما كتشوفوا كنحاول نبارطاجي معكم اي حاجه، واخا كاين الناس بزاف وهذه، ولكن كنبغي نشارك معكم حاجات بلا ما نديرونجي الناس اللي حدايا. وهادو هاد 3 بياس كيف ما شفتوا دايرين بحال لي بول، ديروا فيهم لي سالاد اي حاجه بغيتوها. لي بري ديالهم 13 الأورو. هادو جايين بحال الطابيات البنات، الثمن ديالهم 4 أورو، كاينين في الكري والزرق. وهاد العيبه براتيك باش كتسد لينا لي بلاستيك، وهادي الثمن ديالها كدير 2 الأورو. وهادو
كنحطو فيهم فاش كنغسلو المواعن كنحطهم فوقهم يتسقطرو، كدير 4 الاورو. وهنا البنات هذه هي الهميزة اللي بغيت نشارك معاكم. واعرين 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 البنات، الى عقلتو اول فيديو عندي في القناة كنت بارتاجيت معكم لي بارفان ديال ليدل، ولكن بحكم كان اول فيديو ما كنتش كنعرف ندير المونتاج مزيان وما كانوش واضحين. اليوم البنات غادي نحاول نزومي لكم كل حاجة بوحديتها وكل حاجة وشنو هو الكوبي ديال الريحة الماركة ديالها. مهم غنبداو بهذا الريحة هي الاولى. هذه البنات غادي نحط لكم لا فوتو ديال الكوبي ديالها، البارفان ديالها لوريجين. اي بارفان البنات خديتوه من ليدل عرفوه فوتو كوبي ديال هذاك البارفان اللي غنحط لكم لا فوتو. وهاد لي بارفان كاملين البنات اقسم بالله الا جربتهم كاملين وعندي الريح غالين، وهادو هما اللي كنستعمل كيبقاو في الحوايج. الناس اللي شاري لي بارفان من ليدل غادي يكتبوا لي في لي كومونتير وغادي يقولوا لي واش انا كن. هذا البارفان الثاني البنات ها هو، حطيت لكم الكوبي ديالو اللي هي شانيل. ها نتوما كيف ما كتشوفوا هاد الروائح كاملين البنات انا مجرباهم، كنحاول نشارك معكم حتى الاثمنه. هذه راه جايه ماشي حتى مكاينش حتى 5 اورو. هاد البارفان حتى هو واعر، هذا الكوبي ديال امور امور. مهم هاد لي بارفان كاملين اللي تنحط لكم الكوبي ديالهم راهم باينين، كلشي كيعرفهم راهم غاليين. هاد الروائح اللي كنوريكم انا ديال ليدل مكيفوتوش بين 6 اورو و4 اورو، يعني ما كيفوتوش هاد الاثمنه. وواعرين البنات الا جربتوهم غادي تشكروني وغادي تبقاو ديما كتاخذوهم. انا راه ما عندي لا اناقه لا جمال في هادشي اللي كنبارطاجي معكم، غير كنبغي نوريكم هكذا الهميزات باش حتى نتوما تستافدوا. كاين الناس اللي ما عندهمش الامكانيات يشريو روايح غاليين، كاين الناس اللي عندهم الامكانيات وما كيبغاوش يضيعوا الفلوس هكا في روايح غاليين. ما كاين حتى شي مشكل، تقدروا تاخذوا هاد الروايح هكذا. مهم البنات هاد الروايح كاملين واعرين كيحمقوا. انا كيف ما قلت لكم عندي الروايح الغالين ولكن كنستعمل هادو بزاف، هما اللي كيعجبوني البنات الصراحه. وبزاف البنات صحباتي صبليونيات كيسولوني اش من بارفان دايره اش من بارفان دايره، ملي كنقول لهم البارفان اللي دايره كيمشيو حتى هما يشريو بحالو، كتجيهم بيزار الثمن البنات والله العظيم الا دي بارفان واعرين. ونتمنى تجربوهم وردوا عليا في لي كومونتير، واللي فيكم جرب شي بارفان من هادو تكتبها لي في لي كومونتير. والا عجبكم بحال هاد لي فيديو نبقى نزيد نبارطاجي معكم بزاف د الحاجات، وانتم راكم خواتاتي والحمد لله حنا فامي وحده في هاد اليوتيوب كنفوجوا على بعضياتنا، وهذه نشارك معكم ما كاين حتى شي مشكل افيك بليزير. نتمنى هاد لا فيديو يكون خفيف على قلبكم، شكرا لكم بزاف، و الى عجبكم ما تنساونيش من الدعم والبارتاج. شكرا.